مشكلة كبيرة كنا نتحدث عنها، وهي مسألة التنوع والاختلاف والأدب في هذا الأمر. بداية ونحن في هذه الحلقة امتداد لتلك الحلقة تحدث عن الخلاف، نريد أن نعرف الشيخ عن الطريقة التي نتعامل بها مع الخلاف أو مع المخالفين. إذا أقررنا أن هذه ظاهرة في الكون وظاهرة في المجتمع الإنساني والبشري، وبالتالي ينبغي أن نحن أن نتعامل مع هذا الواقع ضمن معطياته، وأنه من المتعذر والمستحيل أن نجمع الناس على رأي واحد في كل شأن من شؤون الدين أو الدنيا. في الدين يكفي أن نجتمع على الثوابت والكليات والأسس الكبرى، ويسع بعضنا بعضا في الفروع والجزئيات. في أمر الدنيا قد نختلف في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، لابد أن تكون لنا يعني رؤية حضارية لحسن إدارة الخلاف. ليس العيب أن نختلف، ولكن العيب أن نعجز في حسن إدارة خلافنا. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.